ترندينج رمضان في أول أيامه تصنعه إعلاميات وصحفيات بعيداً عن قاعة تحرير ضمن مجموعة فيسبوكية حملت اسم صحفيات كل سبع بصنعة. إبعاد الصورة النمطية اللصيقة بالصحفيات، حيث أن حياتهن تكاد تتعلق بقلم وميكروفون، وكأن المرأة الإعلامية لا تملك جوانب أخرى في حياتها وبيتها، وبالتالي نحن نسعى لإثبات قدرتها على الإبداع. الأولية في هذه المجموعة تمخضت عنها عدة أفكار مستقبلية إن شاء الله، وذلك من خلال التفاعل يعني الإيجابي والقوي جدا. المجموعة وفي ظرف قصير استطاعت استقطاب أكثر من 2000 عضو من صحفيات مصورات وغيرهن العاملات في مجال الإعلام. بحثت في داخل كل واحدة منا عن هوايات قديمة، عن ميزة تميزها عن البقية، عن مهارة تتقنها. لي الشرف الكبير أن مثل المجموعة التي تبرز الجانب الآخر لصحفيات وإعلاميات الجزائر. مجموعة بزاف مليحة، تكسر لنا الروتين المعتاد، كما تسمحنا باش نتعرفوا على بعضنا البعض، هكذا نقدروا نديروا بزاف صالح أونسومبل. التواصل مع الصحفيات الجزائريات والإعلاميات المقيمة داخل أرض الوطن حاجة مليحة، باش تكون الباج هكا يتبادلوا فيها الخبرة والمعلومات نفيدوا بها بعضنا. صحفيات جمعتني بهم مهنة المتاعب وفرقتنا الظروف، اليوم تلاقينا والحمد لله. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وخاصة أنتن في حالات صفحة أو مجموعة صحفيات كل سبع بصراحة. المجموعة منحت مساحة واسعة لصحفيات قصد تبادل الوصفات والأفكار في مختلف المجالات.